ألقاب في دوري الأبطال، ولكن يلعب في كأس الاتحاد الأوروبي وهيلتقي مع فريق نادي فيرت بريمن. أدي أمامنا هنا، أدي أمامنا سباليتي، وأدي أمامنا يعني لقاء نشوفه خارج الخطوط. أنشيلوتي على فكرة أصدقاء، وأصدقاء يعني ليس بالكلام ولكن أصدقاء. وأنشيلوتي الحقيقة يعني قال إن سباليتي لن يترك روما إلا بعد أن يحقق دوري الأبطال، وسباليتي قال يعني يا ريت تتحقق الأمنية من هذا الصديق. لكن طبعا صداقة في خارج الملعب النهارده المستطيل الأخضر لا يعرف هذه الصداقة، لأن روما دائما وفريق الميلان لقاءاتهم أو القيادة الكبيرة عند هذا اللاعب اللي بيعد أسطورة ورمز لفريق نادي الميلان. هذه أمامنا المهارة، لاعب ريسا يلعب بالرأسية، هجوم أمامنا وفرصة هدف أول وبالفعل أول هدف اللقاء، أول هدف اللقاء بالتخصص بالتخصص أمامنا اللاعب الجبل الأسود ميركو فوتشيتش أمامنا يتقدم ويسجل في الدقيقة كام؟ الدقيقة 22. هو متخصص إنه يسجل، هو دايما عارف الطريق لأنه سجل في لقاءي العام الماضي 1-0 في ملعب سان سيرو، كان فوتشيتش سجل وكان طرد أمبروسيني، وفي لقاء الدور الثاني هنا في هذا الملعب كان جوني تقدم وفوتشيتش أكد التفوق وكاكا سجل. أدي أمامنا اللاعب ريسا عارف السر، والسر وصله للاعب فوتشيتش، وفوتشيتش يسجل معها. طبعا لديه بروكلين وروميو وأخيرا كروز، ثلاث أبناء على طول يعني الأسماء اللي يعني طبعا بيضعها في سجل أبنائه لأنه بيبحث عن متعة. بالفعل يأتي هدف التعادل، هدف التعادل لفريق نادي الميلان. ليس هناك راية بل هناك باتو اللي بيسجل سبع أهدافه، قال لك دعوني أركز على التهديف، أعرف كيف أسجل، وخطأ دفاعي لا يقل يعني من حيث الجسامة مع خطأ دفاع فريق روما يعني اللي تابعناه منذ لحظات لا يقل عن خطأ دفاع فريق الميلان. باتو يسجل أمامنا، هذه أمامنا باتو، هذه أمامنا الكورة، شوف حضراتكم التغطية الدفاعية هنا، هذه الكرة العرضية اتلعبت من كاكا، كان مغطي كاسيتي، هو اللي مغطي كاسيتي، هذه أمامنا يانكلوفسكي إلى كاكا، وأدي أمامنا اللمة، وشوف حضراتكم يلعبها إزاي، ومكمل حلوة قوي، مكمل باتو، يعني هو وضعها وينظر للمساعد كأنه مرة ثانية الكرة على طول الميلان سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب باتو. باتو ادي امامنا رونالديني وبقى لصحوة الميلان الشوط الثاني وعودة الميلان، وادي امامنا السرعة، وادي اختراق، وادي فرصة جول عن طريق اللاعب باتو. ماذا يصنع باتو في هذه اللحظات التاريخية؟ الفوز غائب في هذا الملعب لفريق الميلان منذ ان فاز بهدفين مقابل لا شيء عن طريق كريسبو وبيرلو في عام 2004-2005. باتو 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 امامنا يكرر الكرة، فارق السرعة المرة دي، ويذهب في رحلة وفي نزهة هنا في المدينة المقدسة في روما. وادي امامنا باتو النجم الشاب الصغير الذي يدخل في اجواء الكرة الايطالية من اوسع الابواب، وصراع وسباق مع اللاعب ماكسيس، يطلع دوني ويضعها لدوني بمهارة عالية جدا. ادي امامنا الحيوية والشباب عند هذا اللاعب، بل اللي هيتابع بقى يعني اللقاء معنا مع خروج اللاعب رونالديني ونزول اللاعب أمبروسيني. مرة تانية المحاولة، وادي أمنا اللاعب باتيستا تسديدة في منتهى القوة، فرصة التعادل تأتي، تأتي فرصة التعادل عن طريق اللاعب فوتشيتش أمامنا. ادي أمامنا اللاعب فوتشيتش، بقول لحضراتكم هو لاعب ليس بمحظوظ لكن موفق، واقف صح، واخد مكان صح، متوقع الكورة الماضية، ميركو فوتشيتش بالتخصص يسجل هدف التعادل في الدقيقة 72. ادي امامنا النهاردة مباراة ما بين فوتشيتش وباتو، فيش حد احسن من حد. تقدم فوتشيتش في الدقيقة 22، عدل باتو في الدقيقة 48، تقدم باتو في الدقيقة 53، ثم فوتشيتش في هذه الكرة امامنا تحول في اقدام المدافعين بعقلانية كبيرة، ويعني استخدم الرأس فيها، والرأس فيها كورة، دماغه فيها كورة. ادي امامنا الكورة من اللاعب بريجي في اقدام المدافعين.